ناحية أخرى فإن الأدب النوبي دوما أو صديقي وشقيقي حفظه الله حجاج أدول دوما يتهم النقاد المصريين بأنهم لا يكتبون عن الأدب النوبي، ولا يوجد عرق أو محافظة أو قبيلة أو جماعة أو حزب في مصر كتب النقاد عنه كما كتب عن الأدب النوبي. كتب عن الأدب النوبي الدكتور العظيم أستاذي وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، كتب عن السرد النوبي كتابا كاملا الصديق العظيم وأستاذي المباشر الأستاذ الدكتور مدحت الجيار، كتب قبله صياد المؤلف العظيم رجاء النقاش كتب عن الأدب النوبي. قلة قليلة جدا من الأدباء النوبيين هم الذين لم يحصلوا على جوائز الدولة التشجيعية. إدريس حصل على جائزة الدولة، حجاج أدول حصل على جائزة الدولة، خليل قاسم حصل على جائزة الدولة، شعراء نوبيون حصلوا على جائزة الدولة. ولذلك دوما نتابع أدب أهل النوبة لأسباب، هذه الأسباب أولها الأسباب التاريخية، لأن النوبة تاريخيا هي عمق الفكر المصري طبعا قبل الإسلام بآلاف السنين، كما قال لي الأستاذ الدكتور رحمه الله عبد المنعم التليم، يعني قال لي ان الاسلام لسه اول امبارح، لكن ادب النوبه وفكر اهل النوبه عميق الى الاف السنوات. ولذلك نحن نهتم بهذا الادب لانه هو القاعده الرئيسه للادب المصري،